التوصيات الفنية للمانجو خلال شهر ديسمبر: يجب الانتهاء من عمليات الخدمة الشتوية خلال هذا الشهر. يتوجب إجراء ري غزيرة عقب وضع الأسمدة وري على الحامي عند توقع حدوث صقيع. يتوجب إطالة الفترات بين الريات. من المهم مقاومة الأمراض والآفات بالرش بالزيوت المعدنية بمعدل 1.5% للزيوت الشتوية و 2% للزيوت الصيفية، وذلك بعد خلطه بمبيد الملاثيون بمعدل 150 سنتيمتر مربع لكل 100 لتر مية، وذلك لمقاومة البق الدقيق والحشرات القشرية وأنواع الأكاروسات المختلفة التي تصيب المانجو.